اهلا بحضراتكم مره تانيه، ويعود اسم الزعيم جمال عبد الناصر الحقيقه الغائب الحاضر دائما، يعني طول الوقت مصر مرتبطه يعني بحبل سري مع سمعه هذا الرجل وتاريخه، وفي كل مناسبه سواء في ذكرى رحيله، ذكرى ميلاده، ذكرى الثوره، ذكرى التاميم، كل تاريخنا تقريبا مرتبط بهذا الرجل. حتى نحن نقيم الرؤساء على ميزان عبد الناصر، ده شبهه، ده يمينه، ده يساره، ده انقلب عليه، ده بعد عنه، ده قرب منه، ده بيأدي نفس أدائه في كل الوقت. في الفترة الأخيرة ظهر كتاب السيد عمرو موسى، كتابية مذكرات السيد عمرو موسى، وأثارت طبعا جدل كبير جدا حول حياة الرئيس جمال عبد الناصر في طبعا تزامن مع ذكرى رحيله. يسعدني يكون معايا الشقيق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الدكتور عادل عبد الناصر، استاذ التاريخ الحديث. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، منورنا ومشرفنا ومن ريحه الحبايب. ريحه الحبايب. قريت كتاب عمرو موسى او شفت عنه؟ انا عايز اقول لحضرتك، مش عايز تتكلم في عمرو موسى. مش عايز. طب الرئيس كان بياكل من سويسرا فعلا؟ انا وانا بتكلم حضرتك دلوقتي في ناس كتير من المقربين شايفين وانا بتكلم، فشيء طبيعي، اولاده وقرايبه وبتاع، فانا بتكلم بقول اللي شفته قدام. يعني هم في دار الحق واحنا في دار الباطل، لكن انا بقول لك الحقيقه، انا لم ارى الكلام ده، انا لم ارى الا الكوسه والباميه والملوخيه والرز. كنت في ذات فتره الصيف معموره بالذات، دي فتره اكتر فتره كنت بتواجد يوميا، لان خالد المرحوم خالد كان من سني قريب مني، فكنت دايما يوميا موجود معاهم. والفكره كان البطيخ والشمام. لكن ما اعرفش الكلام ده ايه مصدره، انا ما اعرفش. لكن انا بحكي هقول حاجه غريبه قوي، والجمهور اللي شايفينه دلوقتي هيستغربوا لها. ماكينه السينما اللي كانت بتيجي في المعموره في اسكندريه كانت معاره من هيئه الاستعلامات، وكان بيشغلها واحد اسمه عم اسماعيل، وبتيجي في عربيه فولكس فاجن كل يوم. المكنه معاره ثلاث شهور الصيف، يعني ياخدوها اخر الصيف. يعني بيستلفها وبعدين بيرجعها. عشان يتفرج على مره كنت قاعد مع خالد، فلقيته لابس تيشيرت، اقول له كويس قوي التيشيرت ده، قال لي ده كان بتاع بابا وطلع ضيق عليه فادوني البسه. فانا استغربت، يعني رئيس الجمهوريه ما جابش حاجه في الزمن الازمنه اللي جت بعد كده يرميه؟ لا، ده اداه، قال له خد يا خالد البسه يجي مقاسك. انا استغربت، رئيس الدوله يعني المفروض يعني يجيب بقى اللي هو عايزه. فقال له لا يا خالد خد البسه. لكن هو معروف عنه الزهد والتقشف، ومش حقيقي ان هو يجيب حاجات من بره في سويسرا او بتاع، لكن كان بياكل عيش السن بتاع السكر معمول في مصر، في مصر عادي. لكن امر غريب، انا ما اعيبش في حد، والاستاذ عمرو موسى دبلوماسي قدير، لكن قد جانبه الصواب في هذه المره، ده اللي اقوله، قد جانبه الصواب. مصدر معلوماته كان يمكن مش حقيقي. بس عمرو موسى بيقولوا كان صغير في الفتره دي، يعني ما كانش كبير حتى. هو الاستاذ سامي شرف سكرتير الرئيس لشؤون المعلومات كان زعلان جدا انه وفى شديد الوفاء، فكتب كلام شديد قوي على عمرو موسى. لكن انا بقول يا استاذ عمرو، انت عارف ان الرئيس، وانا احب كلمه الرئيس قوي لغايه النهارده، كان قد ايه هو قاسي على نفسه وعلى اسرته وعلى اهله. يعني حتى لما الحاج عبد الناصر حسين والدي قال له انا كبرت في السن ومحتاج اركب المواصلات، محتاج العربيه، جاب له بالتقسيط عربيه على حسابه النصر 2300، لكن قال له في شرط، البنزين على حسابك، لان في محطه بنزين في اسكندريه في القاهره تبع رئاسه الجمهوريه. قال له اوعى تاخدها. لا ممنوع تروح زيك في محطات مش تروح تبول من المحطات. حتى احد القريبين يعني قال، يعني قال له يعني ابنك زي ما يكون جاب لك بقره وما جابلكش البرسيم، نكته يعني. كويس. حتى كان في صيدليه للعاملين في رئاسه الجمهوريه في اسكندريه، واحده في القاهره. لا، للعاملين بس. بس. كان شديد قوي في الحاجات دي يعني. والناس من اقصى اليمين لاقصى اليسار بتشهد بنزاهته، وان هو توفى رحل معهوش حاجه.